أما الآن ننتقل مباشرة إلى العاصمة السعودية الرياض ومراسم افتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسخته الثانية بشعار الذكاء الاصطناعي لخير البشرية. القمة تعقد برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وستبحث القمة كل ما يخص مجال التقنيات الحديثة والفرص الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة.